بنحلم لبكره. عايز اقول لحضراتكم في الفاصل الدكتور صبري كان بيوريني بعض التقارير وبعض الارقام اللي معاه. الحقيقه حاجه اللهم لا حسد. فنلندا يعني في ناس كتير تعرفش فنلندا دي فين اساسا. في بعض الناس المتوسطه الثقافه يقول لك فنلندا نسمع عنها. فنلندا دي ناس ما بتشوفش الشمس، يعني الشمس مش عندهم تقريبا، ما بتجيلهمش. بلد من البلد البارده جدا جدا جدا، يعني لو الجو بتاعهم عندنا كانوا كلنا قعدنا مش قدام الدفايات، جوه الدفايات وما اشتغلناش وما اتحركناش. ومع ذلك دول 5 مليون بني ادم بس فنلندا، الناتج القومي بتاعهم، ولا عندهم لا بترول ولا ابار بترول مثلا فنايمين والبترول طالع، الناتج القومي بتاعهم من شغلهم هم 196 مليار دولار بليون دولار، يعني مليار دولار، يعني اكتر من الناتج القومي بتاعنا مره ونص. ودول 5 مليون، وما عندهمش لا موقع جغرافي ولا ظروف مناخيه ولا 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 موارد طبيعيه من تحت الارض، لكن ناس بتشتغل لانها عايزه تعيش. والارقام كثيره. انا بس بقول ليه، لان دول بداوا زي فنلندا. نوكيا از فنلندا. مبيعات مبيعات نوكيا 70 مليار يورو. عملوا حاجه، شركه دخل قومي بتاعت بلد. واخد بالك؟ يعني انت ليبيا الدخل القومي بتاعها 30 40 مليار ماكسيمم او 30 35. نوكيا قدها مرتين. بسم الله ما شاء الله. طيب انا هرجع، لان الحقيقه عايز اسئلتي كثيره ومش عايز الوقت يخلص قبل ما نعدي على معظم المحاور. قبل الفاصل حضرتك قلت لي لازم نستثمر في البحث العلمي زي ما رئيس كوريا قال لهم هنكمل ونزود. ما فيش بديل. طيب حضرتك قلت نحط مثلا لو في رئيس حكومه شجاع يقول انا احط 20 مليار في البحث العلمي. ايوه. يجيبهم منين؟ هقول لك. اتفضل. انت شوف لما تعمل مؤسسات بحثيه البحث العلمي العائد بتاعه 30 ضعف. يعني ما تصرف في صناعه الدواء او في البحث العلمي على الدواء او في الموبايل، يعني مثلا 30 ضعف. تعمل شركات تشارك فيها الحكومه والشعب يستثمر باسهم وتبقى شركات مساهمه. انت من المره اللي فاتت وحضرتك متحمس جدا لفكره ملكيه الشعب. ليه بقى؟ لان ملكيه الشعب عشان تجيب اداره يختارها الشعب، مش الوزير يعين واحد يقوم الواحد يبقى ولاؤه للوزير مش ولاؤه للناس. وده اللي حصل في القطاع العام. وهي دي، انا اسف طبعا للمداخله، بس هي دي الفكره الاساسيه بتاعت الانتخابات، الانتخاب والتعيين. بالزبط. الانتخاب الراجل هيبقى ولاؤه لمنتخبيه، لكن التعيين الولاء لمن عينه. ما الديمقراطيه لا تتجزا، الديمقراطيه في البيت، في الشركه، في المدرسه، ولاء من يدير لمين. بنسميهم الستيك هولدرز او حمله الاصول او الاسهم. هم يعني انت النهارده ولاء اي شركه للمساهمين وللسوق. صحيح. الناس. انما لما يبقى ولائك للوزير لانك رئيس مؤسسه الغزل والنسيج هتقعد تعمل له قرد وتنام نوم العازب وتعجن عشان يجيبك تاني. والناس مش مهم. صحيح. مش كده؟ صحيح. فاحنا هنا بقالنا 40 سنه متربيين على كده. الاداره بتخدم على اللي بيعينها. ما ينفعش. عشان كده نجيب بقى الفلوس منين؟ في مصدرين. يا يعني تعمل شركات مساهمه، يا اما تعيد النظر في الدعم. الدعم ده انت بتدعم البطون ما بتدعمش العقول. وانا قلت لك انا لو انا عندي منطقه عشوائيه اكل الناس واديهم سمن وزيت ودقيق ولا اعلم اولادهم يخرجوهم من الفقر؟ المنطق بيقول لي الاختيار التاني. عايشهم في بيئة كويسة واصرف على البيئة بتاعتهم كويسة ولا أقول كلوا سمن وزيت وسكر ودقيق تمام ويجي لكم سكر ويجي لكم ضغط وبتاع. طيب ده ينقلنا لنقطة مهمة يا دكتور، وهي فكرة الدعم. عارف حضرتك إن في الشهور الأخيرة كتر الكلام عن موضوع الدعم. الحكومة بتقول أنا ميزانيتي مرهقة أساسا بسبب الدعم، وهو ده مراعاة البعد الاجتماعي اللي أنا بعمله. دعم المواد البترولية والمحروقات، دعم المواد التموينية، دعم السلع، دعم النقل الجماعي، دعم المواصلات، دعم مش عارف إيه، دعم الصحة، دعم التعليم علشان الناس تعرف تعيش، خصوصا الطبقات غير القادرة.
بس الحقيقة أولا الطبقات غير القادرة ما بيوصلش دعم. الدعم بيتوه قبل ما يجي لنا، لما ما كانش بيتاكل يعني، بس في النهاية بيتوه، فبياخدوا القادر قبل غير القادر. نمرة اتنين، الناس بتقول وفي بعض العقول، وكان أحد ضيوفي موجود معايا من فترة وقال أنا عمري ما دعم سلعة، أنا أدي الدعم نقدي للمحتاج أو غير القادر. وفي رأي آخر تالت بيقول أنا أدعم المنتج النهائي، يعني الحكومة مش من الذكاء ان انا دعم الدقيق، انا دعم رغيف العيش عشان امنع التلاعب واتاكد ان الرغيف ده هو اللي بيوصل للناس مدعم. حضرتك شايف نمشي في اي اتجاه من المتاهات دي؟ شوف، لازم، انا مش هنعيد اختراع. انا في امريكا كانوا بيدوا الفود ستامبس، امريكا الغنيه دي بيدوا ستامبس الكوبونات للناس، عارفين ده مين الفقير ومين اللي محتاج، فبيدوها. تمام. انما انت بتدعم التجار، ونظام الدعم فيه إهدار جامد، لأن الإدارة برضو سيئة وفيه وسطاء كتير ومشتت، واخد بالك؟ تمام. بمعنى أن أنت بتقول إيه؟ أنت عايز تدعم مين وليه؟ إيه الهدف من الدعم؟ تخرج من الفقر ولا تزود الفقر؟ المفروض تخرج. لا، أنت النهاردة بتقول كان عندنا 50 مليون بطاقة، هنزودهم 70 بطاقة، 70 مليون. يعني ايه؟ فسرها لي دي. معناها ان اللي محتاجين هيبقوا اكتر. يعني ده انت ماشي بقى ضد المنهج. انت عايز تخرج الناس من الدعم، وعايز تخرج الناس من الفقر. اقوم اديهم بطاقات وافرح ان انا بديهم بطاقات. الرئيس عنده نقطة ضعف تجاه الفقراء، وده وارد. تمام. بس انا بقى ما استغلت نقطه ضعف دي واقوم استخدمها استخدام سيء. يعني هو المصريين حنينين، وده اجمل ما فيه، انما الحنيه قاتله. ليه؟ لان امهاتنا بتقعد حنيتها لحد ما تفسدنا. مش تفسدك، تخليك عيل طول حياتك. انت كلت، انت نمت، انت شربت، اتغطيت، ايه يعني، بتعاملك وانت كبير كانك طفل. صحيح. فاحنا بندعم طفولتنا، يعني وانت كبير بتبقى طفل، ده غلط. تعرف طبعا حضرتك الارقام المحطوطه في الدعم، المواد البتروليه 66 مليار جنيه، 68. التعليم التعليم 25 مليار جنيه. وادي شايف حضرتك نتيجه التعليم اساسا ولا لا؟ ما هو انت التعليم ده بتقول تعليم مجاني، هو مش مجاني. ما انت عندك في نظريه بسميها انا اشباه الاشياء، تقول عندي رصيف وما عنديش رصيف. صحيح، مش كده؟ مظبوط. عندنا شارع ملوش مواصفات الشارع. عندنا تعليم ما عندناش تعليم كويس. احنا عندنا كل حاجه شبه الحاجه، شبه الحاجه. وبنخترع الفاظ جديده علشان نقول ايه، يعني كان الناس اغبياء ومش هيفهموا مصلحتهم. عامل الناس كانهم اذكياء. انا لو كلمت الناس وقلت لهم انا هعمل لكم تعليم كويس وادفعوا مصاريف محدوده، وهنمنع بجد بقى بحزم الدروس الخصوصيه. ما هم بيدفعوا مش محدوده، بيسرقوا، بيدفعوا ما يخرب بيوتهم في السنه الاب والام. ليه بقى؟ بيدفعوا 15 مليار جنيه دروس خصوصيه. عارف ليه؟ لان مفيش حزم في اداره التعليم. مفيش حزم. اهو جه وزير التعليم الجديد ده بدا يعمل شويه حزم. ده مفيش حزم اكتر من كده. ايوه، ده بينزل يرفد ويروح. لا، بس في النهايه ما فيش حاجة بدون ثمن. هيحصل انضباط. لازم. أنت عارف في الدول الأوروبية القطاع المدني زي الجيش. بالظبط. يعني هو شكله مدني إنما عسكري في طريقه. تمام. اللي هي الانضباط والسيستم. سيستم وانضباط ومعايير قياس وكفاءات بيتدربوا على طول. على طول. تنمية، يعني جميع مؤسسات العالم دلوقتي مؤسسات تعلم. صحيح. طيب انا في نقطة. طيب. عايز أفهم. الفلوس بقى بتاع الدعم. يا فندم، انا النهاردة بنتدلع في تأجيل رفع قيمة البترول. اقدر اقسمها واقول انا مثلا في بعض حاجات البترول رفع قيمة البنزين اصلا زي الطن، لا البوتاجاز 850 دولار الطن في العالم بتديه ب 200 جنيه. مش ممكن.
بيتهرب ويتباع على ايه في البحر. يعني انت بتدعم الاجنبي الدول التانية على حساب بلدك. ايوه ما ينفع. صحيح. انا اعمل سعر سوق والفقير ادعمه. بالراحه كده النقطه.